الصفات السائدة والمتنحية في الإنسان. الجدول التالي يوضح بعض الصفات البشرية التي تخضع لمبدأ السيادة التامة. تعالوا كده نشوف مع بعض الجدول ده. هنا هناخد الصفة، هنا هنكتب الصفة السائدة، هنا الصفة المتنحية. نبدأ بأول صفة، الالتفاف الأنبوبي للسان. في ناس طبعا ان اللي يعرف يلف لسانه دي صفة سائدة، يبقى لفة اللسان دي صفة ايه؟ سائدة. يبقى القدرة على لف اللسان دي صفة سائدة. زي دي كده اهو، شوف هنا اب وابن اهو، الاتنين لهم القدرة على لف اللسان. ليه؟ لان القدرة على لف اللسان دي صفة سائدة يعني بتسود. فالولد اتنقل له من ابوه جين الصفة السائدة، فعشان كده ظهرت عليه هو كمان وبدأ يعرف يلف لسانه. اما الصفة المتنحية انه ما يقدرش يلف لسانه زي كده، خارج لسانه بس ما يقدرش يعمل حركة لف اللسان. ليه؟ لان هنا عدم القدره على لف اللسان ده صفه متنحيه، معناه ان هو خد العاملين الاثنين بتوع عدم القدره على لف اللسان، فبالتالي ظهرت على الصفه المتنحيه. طيب يبقى الصفه السائده هو انه يقدر يلف لسان. طب تاني صفه، شحمه الاذن، شحمه الودان اللي هو بيتركب فيها الحلق عند البنات دي، ماشي، المكان ده هو اسمه شحمه. طب عندك السائد ايه هو الغالب؟ قال لك ان هي المفروض تبقى منفصله، يبقى منفصله دي صفه سائده. زي كده قال لك منفصلة مهاش لازقة، الجلدة الأخيرة دي تلاقي إيه في حتة كده سايبة في الآخر مش لازقة في الوش. قال لك يبقى المنفصلة دي السائدة، المفروض اللي هي تبقى عند أغلب الناس. أما المتصلة أو الملتحمة دي بتكون زي دي كده، بص كده ترتفت اللزقة في الجلد نفسه بتاع الوش، فدي بنسميها متصلة، دي متنحية مش عند كتير من الناس. أما السائدة اللي هي بتبقى منفصلة كده، دي شحمة الأذن. تالت صفة، مظهر الشعر. مظهر الشعر، الصفة السائدة إن الشعر يكون مجعد يعني خشن يعني مش ناعم، دي صفة سائدة زي كده، ده شعر مجعد. أما المتنحية إن الشعر بتاعنا يكون ناعم، الناعم ده صفة متنحية، زي ده كده شعر سايح كده أو ناعم زي ده. عندي بعد كده لون الشعر، الشعر السائد أو الصفة السائدة أغلب الناس شعرها أسود، يبقى ده الصفة السائدة، يبقى أغلبنا بيبقى شعره أسود، فعشان كده ليه؟ لأن السواد ده الصفة السائدة. قليل قوي اللي بتبقى شعره فاتح بقى الوان تانية، ماشي، اللي هو زي مثلا اصفر زي كده او اشقر او غيره. عندي بعد كده حجم العيون، حجم العين، العين الواسعة هي الصفة السائدة، يبقى عيوننا انها تبقى واسعة، يبقى العيون الواسعة دي صفة ايه؟ سائدة. اما العيون الضيقة دي صفة متنحية، ودي اغلب عيون الصينيين واليابانيين والكوريين بتبقى عينهم كده، خلاص كده بتبقى عينهم الضيقة دي، فتحتها ضيقة، ودي صفة طبعا متنحية. عندي بعد كده لون العيون، العيون البنية هي الصفة السائدة، يبقى اللون البني أغلب الناس لون عينها بني بالشكل ده كده، دي صفة سائدة. أما قليل أوي اللي تلاقي عينه ملونة بقى أخضر وأزرق، قال لك يبقى العين الملونة دي صفة متنحية زي دي كده. عندي بعد كده غمازات الوجه، الناس اللي بتضحك يظهر عندها غمازة في وشها، دي صفة سائدة، يبقى الغمازات أو النغزة اللي بتبقى في الوش دي ديت إيه؟ صفة سائدة هي. يبقى النغزة هي، تشوف دي طفلة بتضحك اهيت فظهر عندها غمازة اهي. اما اللي عدم وجود الغمازات دي صفة متنحية، ان مهما تضحك مفيش حاجة تظهر في غدودها، يبقى دي صفة متنحية. عندي بعد كده نمش الوجه، السائد اغلب الناس عدم وجود نمش، يعني مفيش في وشهم نمش، وشهم بيبقى صافي كده. اما قليل قوي منهم اللي تلاقي عنده نمش بالشكل ده كده، تلاقي الوش، شفت الطفل ده وشه كله مليان نمش، هو اللون البني اللي طالع عليه الحبوب البنية دي، قال لك ده النمش. خلاص يبقى الصفات ديت لازم نعرفها، اللي السائدة في الإنسان والمتنحي. السائدة القدرة على لف اللسان سائد، شحمة الأذن المنفصلة سائدة، الشعر المجعد سائد، اللون الأسود للشعر سائد، العيون الواسعة سائدة، العيون البنية سائدة، الغمازات في الوش سائدة، عندك كمان عدم وجود النمش دي صفة سائدة، ويبقى عكسها بقى الصفة المتنحية. يبقى انت احفظ واحدة والتانية تبقى عكسها. طيب نتنقل بعد كده على علل الشعر المجعد من الصفات السائدة في الإنسان. ليه الشعر المجعد ده أكتر حاجة منتشرة عند الناس في الإنسان؟ هنقول له لأن جين الشعر المجعد يسود على جين الشعر الناعم في حالة وجودهما معا في الإنسان. يبقى لو الجينين موجودين في جسم الإنسان سائد وجين متنحي، جين الشعر المجعد ده السائد هيغلب المتنحي اللي هو الشعر الناعم، وهتظهر على الطفل اللي هيتولد ده ان يبقى شعره خشن او شعره مجعد. طيب عندي بعد كده بناخد التركيب الكيميائي للحمض النووي. الحمض النووي ده اللي احنا كنا خدناه في الترم الاولاني اللي هو رمزه دي ان ايه، دي ان ايه اختصار لكلمة الحمض النووي. بيقول لك تحتوي النواة، احنا كنا خدنا في الترم الاولاني ان النواة
بتاعت كل خلية، النواة دي موجودة في الخلية. النواة دي بتحتوي على ايه؟ قالك بتحتوي يا مستر على كروموسومات، ويتركب الكروموسومات اللي هي الصبغيات ده، هي بتتركب كيميائيا من حمض نووي اللي هو الدي ان ايه، مرتبط مع بروتين. مربوط مع ايه؟ مع بروتين. يبقى حمض نووي وبروتين ده تركيب الكروموسوم. الحمض النووي ده هو بقى بيحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي. يبقى الحمض النووي ده هو اللي بيحمل المعلومات الوراثية للكائن الايه، الحي. طيب، وقد توصل العلماء ان الحمض النووي يتكون من اجزاء صغيرة تسمى الجينات. يبقى العلماء قال لك ان الحمض النووي ده هو بيتكون من اجزاء اصغر منه، اسمها ايه؟ اسمها جينات. والجينات دي بتتكون من ايه يا مستر؟ من اجزاء اصغر منها برضو، اسمها ايه؟ اسمها نيوكليوتيدات. نيوكليوتيدات، يبقى اسمها ايه؟ يبقى الحمض النووي بيتكون من اجزاء اصغر منه اسمها جينات، والجينات بتتكون من اجزاء اصغر منها اسمها ايه؟ اسمها نيوكليوتيدات. يبقى اذا وحدة بناء الجينات هي ايه؟ هي النيوكليوتيدا. يبقى النيوكليوتيدا هي وحدة بناء الحمض الايه، النووي. دي اصغر جزء في الحمض النووي. يبقى اصغر جزء في الحمض النووي هي النيوكليوتيدا. يبقى تاني بالراحة، يبقى النواة جواها كروموسومات، الكروموسوم بيتركب من حمض نووي وبروتين، الحمض النووي بيتكون من أجزاء صغيرة اسمها الجينات، الجينات بتتكون من وحدات بناء أصغر اسمها النيوكليوتيدات، ولذلك النيوكليوتيدة هي وحدة بناء الحمض الإيه، النووي. طيب، عندي بقى تعريف الجينات، هنقول له هي أجزاء من الحمض النووي اللي هو الدي إن إيه، التلات مربعات دول اختصار لكلمة دي إن إيه، بس هي اتلخبطت من الكمبيوتر. فهنا دي ان ايه ده رمز الحمض النووي اللي هي زي دي كده، يبقى هي اجزاء من الحمض الايه، النووي. يبقى الجين ده جزء من الحمض النووي موجوده بالكروموسومات، كل ده الجينات دي موجوده فين؟ في الكروموسومات، ومسؤوله عن اظهار الصفات الوراثيه للكائن الحي. يبقى تاني الجينات ايه هي؟ هي اجزاء من الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه، موجودة بالكروموسومات، وظيفتها ايه الجينات دي؟ اظهار الصفات الوراثية للكائن الحي، دي اللي بتظهر لي الصفات الوراثية. طيب، ما تنساش طبعا تضغط سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس لو انت لسه مشتركتش فيها، وتضغط لايك للفيديو. انزل دلوقتي لو انت لسه ما عملتش الحاجات دي، تعملها، اضغط سبسكرايب وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو وكمل معانا. يلا نكمل. اذا بقى الخلاصة بتاعت الجزء اللي احنا خدناه ده، بيقول لك ان الكروموسومات بتتكون من ايه؟ قال لك الكروموسومات دي بتتكون من دي ان ايه اللي هو حمض نووي يا مستر، يبقى بتتكون من حمض نووي اللي هو دي ان ايه. ايه طيب الدي ان ايه ده بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من اجزاء صغيره، الاجزاء الصغيره دي اسمها ايه؟ اسمها الجينات. الجينات دي بتتكون كل منها من وحدات اصغر تسمى ايه؟ قال لك تسمى النيوكليوتيدات، تسمى النيوكليو ايه، تيدات. يبقى الكروموسومات بتتكون من الحمض النووي، ماشي كده، الدي ان ايه، الدي ان ايه بيتكون من الجينات، الجينات بتتكون من النيوكليوتيدات. يبقى النيوكليوتيد هي وحدة بناء الحمض النووي. طيب، عندي بعد كده نموذج واتسون وكريك لتركيب الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي. خلي بالك من النموذج ده قوي مهم. بيقول لك ايه، توصل العالمان واتسون وكريك الى وضع نموذج لجزيء الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي، يتركب من شريطين ملتفين حول بعضهما فيما يشبه الحلزون المزدوج. عارف انت السلم وانت طالعه مش بيبقى فيه سور من هنا وسور من هنا؟ ساعات قال لك ده اسمه الدرابزين. عارف انت الدرابزين بتاع السلم؟ هو ده. يبقى هنا توصل العالمان، مين اللي توصل؟ قال لك واتسون وكريك. واتسون ايه؟ وكريك. الى وضع نموذج لايه؟ للجزيء الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي. النموذج ده عبارة عن ايه؟ شريطين ملتفين حول بعضهما، شريطين ملتفين حول بعضهما كده فيما يشبه الحلزون المزدوج. كيفية أداء الجين لوظيفته؟ ازاي الجين ده يا مستر؟ احنا قلنا الجينات هي المسؤولة عن إظهار الصفة الوراثية، مظبوط؟ طبعا. طب ازاي بقى الجين ده بيشتغل عشان يظهر الصفة الوراثية اللي احنا بنسميها آلية عمل الجين؟ مهم أوي الجزء ده. اكتشف العالمان الامريكيان بيدل وتاتوم، ركز في الاسمين دول قوي، مهمين قوي، بيدل وتاتوم، دول عالمان امريكيان، اكتشفوا كيفية تحكم الجينات في اظهار الصفات الوراثية. ازاي الجينات دي بتظهر الصفات الوراثية المسؤولة عنها؟ وقد استحق عن ذلك جائزة نوبل سنة 1958. يبقى خدوا عن الموضوع ده او عن الاكتشاف ده ايه؟ جائزة نوبل، لانه اكتشاف مهم. العالمان دول اسمهم ايه؟ بيدل وتاتوم، عالمان ايه؟ امريكيان، هم اللي اكتشفوا آلية عمل الجين. طيب، قالوا لك ايه بقى يا سيدي؟ قال لك ان الجين ده هوت
بيفرز حاجة اسمها انزيم. يبقى الجين بيعطي انزيم، الجين ده بيعطي ايه؟ انزيم. والانزيمات احنا كنا خدناها في الترم الاولاني، مواد كيميائية ماشي، بتساعد على العمليات الحيوية ان هي تتم بسرعة اللي موجودة في الجسم. طيب عندك الجين بيعطي ايه؟ بيعطي انزيم. طب الانزيم ده بيعمل ايه؟ قال لك الانزيم ده هو مسؤول عن ايه؟ قال لك مسؤول عن حدوث حاجة اسمها تفاعل كيميائي. يبقى الانزيم ده بيعمل لي تفاعل ايه؟ كيميائي. طب التفاعل الكيميائي ده بينتج عنه ايه؟ قال لك بينتج عنه بروتين. البروتين ده هو اللي بيعمل ايه بقى؟ قال لك هو اللي بيظهر الصفة الوراثية، يبقى يعمل على ظهور ايه؟ الصفة الوراثية. يبقى تاني بالراحة كده، الجين بيعطي انزيم. يبقى بدل وتاتهم قال لك الجينات دي بتشتغل ازاي بالطريقة دي؟ قال لك ان الجين بيدي حاجة اسمها انزيم، الانزيم ده هو مسؤول عن حدوث تفاعل كيميائي، يبقى الانزيم بيعمل تفاعل ايه؟ كيميائي. التفاعل الكيميائي ده بينتج عن التفاعل ده ايه؟ طبعا التفاعل الكيميائي ايه؟ تفاعل كيميائي له مواد متفاعله ومواد ناتجه. المواد اللي هتنتج عن التفاعل دي هينتج عنها ايه؟ قال لك بروتين. البروتين ده هو اللي مسؤول عن ظهور الصفه الوراثيه، هو اللي مسؤول عن ظهور الصفه الايه؟ الوراثيه. طيب نتنقل بعد كده مثال تطبيق، بيقول لك وراثه صفه لون العينين البنيه. ازاي انت لون عينيك بيبقى بني؟ تورثته ازاي؟ ركز كده معايا بالراحه. قال لك اذا ورثت جينا من احد والديك يحمل صفه لون العيون البنيه، وطبعا العيون البنيه دي صفه سائده زي ما اتفقنا، فالجين ده هيعمل ايه؟ قال لك اول حاجه ان الجين ده هو هيعمل انزيم. طيب الانزيم ده هيعمل ايه؟ قال لك هيعمل تفاعل كيميائي. التفاعل الكيميائي ده هينتج عنه ايه؟ قال لك هينتج عنه بروتين. البروتين ده هو اللي مسؤول عن ايه؟ اظهار صفه لون العيون البنيه لديك. خلاص كده. طيب اتنين بعد كده على العلم والتكنولوجيا والمجتمع، تطبيق تكنولوجي اللي هو هندسة الجينات. هناخد هندسة الايه؟ الجينات اللي هي التكنولوجيا الحيوية. بيقول لك تعد هندسة الجينات احد فروع علم الوراثة، يبقى دي فرع من فروع علم الوراثة اللي هي الحديثة. والمجال الزراعي من اكثر المجالات تطبيقا لهندسة الجينات، اكتر مجال بيستخدم هندسة الجينات هو مجال ايه؟ مجال الزراعة. وذلك لإنتاج أرز معدل جينيا، عشان ننتج رز يكون الرز ده معدل إيه؟ جينيا. طب ليه يا مستر كل اللفة ديت؟ قال لك عشان نكافح الأمراض الناشئة عن سوء التغذية، لأن في ناس بتبقى معتمدة على الرز كغذاء رئيسي لهم زي دول شرق آسيا. قال لك ولذلك دايما نظرهم بيضعف الناس دي، ليه؟ لأن الرز ما فيهوش مادة فيتامين أ اللي هو البرو فيتامين. فبالتالي دي مشكلة بقى، فلازم ندخل هنا بقى هندسة الجينات عشان نقدر نعمل ايه؟ رز معدل جينيا. هنشوف بقى الطريقة دي هتبقى ازاي. بيقول لك الرز المعدل جينيا ماله؟ يصاب حوالي 500,000، ركز قوي في الرقم ده مهم قوي، 500,000 شخص سنويا في الدول النامية اللي هي دول جنوب شرق آسيا. يصابوا بايه؟ بفقدان البصر. يجي يقول لك علل ليه 500,000 شخص في دول جنوب شرق آسيا بيصابوا بفقدان البصر، بيحصل لهم عمى؟ هنقول له نتيجة نقص فيتامين ألف، وهو أحد العناصر الغذائية المهمة التي يؤدي نقصها إلى سوء التغذية. فيتامين ألف ده اللي هو مادة الكاروتين أو البروفيتامين ماشي، ده فيتامين ألف. طب ينتشر نقص فيتامين ألف بين الذين يعتمدون في غذائهم أساسا على تناول الرز، يعني اللي هو الغذاء الأساسي بتاعهم رز، ده بيبقى عندهم كتير جدا نقص فيتامين ألف. ليعلل هنقول له لأن الأرز لا يحتوي على مادة البرو فيتامين، يبقى لأن الرز ده ما فيهوش مادة البرو إيه؟ فيتامين، اللي هي فيتامين ألف يعني، أو ما يسمى بالكاروتين. ما هو البرو فيتامين ده هو الكاروتين، يبقى الرز ما فيهوش مادة الكاروتين أو ما تعرف بمادة البروفيتامين، وهي المادة التي تتحول إلى فيتامين ألف داخل الجسم. يبقى مادة الكاروتين دي أو البروفيتامين دي بتتحول لفيتامين ألف داخل الإيه؟ الجسم. فالرز ما فيهوش المادة دي، ما فيهوش مادة البروفيتامين أو الكاروتين دي اللي بتتحول لفيتامين ألف. طب يتمثل حل هذه المشكلة في إيه بقى؟ إنتاج رز معدل جينيا يحتوي على الكاروتين اللي هي مادة البروفيتامين. يبقى من هنا بقى جت فكرة ان احنا هننتج رز يكون بيحتوي على مادة الايه؟ الكاروتين. والكاروتين ده برضو موجود في الجزر، ولذلك بيقول لك الجزر بيقوي الايه؟ النظر. الكاروتين بيتحول لايه؟ لبروفيتامين. طيب
عندي يعتمد هذا على تعديل التركيب الوراثي لمحصول الأرز بإدخال الجينات التي تؤدي إلى تخليق مادة البروفيتامين. يبقى أنا كل الحكاية هعدل التركيب الوراثي بتاع الرز إزاي؟ إن إحنا هندخل الجينات اللي بتخلق لي أو اللي بتصنع لي مادة البروفيتامين دي، هندخلها فين يا مستر؟ داخل النسيج المخزن للنشا في حبوب الرز. يبقى هنحقن الجينات ده اهي في النسيج اللي بيخزن النشا اللي موجود في الرز. يبقى تاني بالراحة، يبقى احنا هنجيب الجينات اللي مسؤولة عن تكوين مادة البروفيتامين هنحقنها جوه نسيج، النسيج ده الهين اللي هو بيخزن النشا في الرز. طب يجي يقول لي ايه؟ فكر واجل. بص كده، ما الاساس العلمي الذي يعتمد عليه انتاج الارز الذي يحتوي على مادة البروفيتامين اللي هو فيتامين ا اللي هي الكاروتين؟ الاساس العلمي ده ايه؟ هنقول له الحل بتاع الموضوع ده ان احنا تعديل التركيب الوراثي لمحصول الرز. كل الحكاية ان انا هعمل تعديل وراثي للرز عن طريق ايه؟ ادخال الجينات المسؤولة عن تخليق مادة اسمها مادة البروفيتامين اللي هو فيتامين ا اللي هي الكاروتين، داخل احطها جوه ايه او هحقنها جوه ايه؟ النسيج المخزن للنشا في محصول الارز او في حبوب الرز. خلاص كده. طيب عندي بعد كده تطبيق حياتي، مشروع الجينوم البشري اللي هو هيومن جينوم. الجينوم البشري ده هو الخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة للجينات. يبقى خريطة بتعمل لي خريطة كاملة لإيه؟ للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية. كل الكروموسومات البشرية بيتعمل لها خريطة، الخريطة دي اسمها الجينوم البشري. ده كان مشروع من المشاريع. يبقى الجينوم البشري ده هو الخريطة الوراثية التي توضح المجموعة الكاملة للجينات الموجودة بالكروموسومات البشرية، للجينات اللي موجودة بالكروموسومات الإيه؟ البشرية. وطبعا الجينات ليه؟ لأن الجين ده جزء من الكروموسوم، هو اللي بيكون لي الكروموسوم. فيبقى هعمل بقى خريطة للجينات، خريطة كاملة لإيه؟ للجينات. الجينات دي مكانها فين؟ موجودة في الكروموسومات البشرية. طيب عندي بعد كده، بدأ هذا المشروع في أكتوبر اللي هو شهر 10 سنة 1990. يبقى مشروع الجينوم البشري ده بدأ سنة 1990. أهداف المشروع دي كانت إيه؟ كانوا بيعملوا المشروع ده ليه يا مستر؟ الحصول على خريطة تفصيلية دقيقة جدا لتتابع القواعد النيتروجينية. يبقى عشان يحصلوا على خريطة تفصيلية لتتابع القواعد الهين النيتروجينية للتمكن من واحد تحديد جميع الموروثات اللي هي الجينات البشرية والتعرف على وظائفها المختلفة. يبقى أول حاجة كان هدف مشروع الجينوم البشري ده، وان انا اعرف تتابع القواعد النيتروجينيه، ان انا اقدر احدد جميع الحاجات اللي احنا بنورثها، جميع الجينات البشريه، واقدر اتعرف على وظيفه كل جين من ده. يبقى ان انا اعرف الجينات واعرف ايه وظائف. تاني حاجه الهدف من المشروع ده التعرف على الجينات المختصه بالامراض المختلفه، ان انا اعرف الجينات اللي بتسبب امراض مختلفه زي الامراض العقليه، زي مرض السكر، زي السرطان، زي الاوعيه الدمويه. كل مرض من ده مسؤول عنه جين هو اللي بيعمله. تالت حاجه كان من اهداف المشروع ده ايه كمان؟ قال لك تحديد تأثير الطفرات المختلفة على عمل الجينات. ازاي الطفرة دي بتأثر على عمل الجين، ما بتخليهوش يؤدي الوظيفة بتاعته او ان هو ما يظهرش الصفة اللي هو المسؤول عن اظهارها. تالت حاجة، رابع حاجة فهم بيولوجية الانسان والتعرف على الاختلافات الفردية في الجينوم البشري بين شخص واخر. يبقى من اهداف المشروع ده كمان ان هو ايه؟ فهم بيولوجيه الانسان ونتعرف على الاختلافات الفرديه اللي موجوده بين شخص واخر. طب يبقى تاني اهداف المشروع ده ايه؟ قال لك ان انا اقدر اجمع خريطه تفصيليه دقيقه لتتابع القواعد النيتروجينيه. هتمكنني من ايه الكلام ده؟ واحد تحديد جميع الموروثات البشريه والتعرف على وظائفها المختلفه. اتنين التعرف على الجينات المختصة بالأمراض المختلفة مثل الأمراض العقلية والسكر والسرطان والأوعية الدموية. ثلاثة تحديد تأثير الطفرات المختلفة على عمل الجينات. رقم أربعة فهم بيولوجية الإنسان والتعرف على الاختلافات الفردية بين شخص وآخر. طيب نتائج المشروع ده إيه يا مستر؟ لو مشروع الجينوم ده بقى، اكتشف العلماء أن أكثر من 99% من الدي إن إيه اللي هو حمض الدي ان ايه اللي هو الحامض النووي ده اهو، متشابهة في كل البشر. يبقى 99% من الحمض النووي متشابه في كل البشر، 99% من البشر عندهم نفس الحمض النووي. وبالتالي فإن الاختلافات الفردية لدى البشر مثل لون العيون
لون الجلد، الطول وغيرها من الصفات تشكل نسبة ضئيلة جدا. يبقى بتشكل نسبة ضئيلة ايه؟ جدا صغيرة قوي. ليه؟ لان البشر كله متفق في 99% من الدي ان ايه، لكن مختلف 1%. الواحد في المية ده هو اللي بيعمل لي بقى ايه؟ لون العيون، لون الجلد، الطول، الاختلافات دي كلها هي 1%. طيب ودي نسبة ضئيلة جدا طبعا. وبالرغم من ضئالة نسبة هذه الاختلافات، إلا أنها تؤثر بشكل كبير في تقبل الفرد للمؤثرات البيئية الضارة، مثل البكتيريا والفيروسات والكيماويات والأدوية والعلاجات المختلفة. 1% ده هي بالرغم من أنها ضئيلة، إلا أنها بتؤثر بشكل كبير في تقبل الفرد للمؤثرات البيئية. مش كلنا لنا نفس المناعة، ممكن واحد مثلا مناعته ضعيفة، فأقل بكتيريا أقل فيروسات يجيله برد كتير، يجيله مش عارف ايه، قالك فدي بقى بتأثر في تقبل الفرد للمؤثرات البيئية الضارة زي البكتيريا، الفيروسات، الكيماويات، الأدوية، العلاجات المختلفة. طيب كده بنكون خلصنا درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معكم مستر إبراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.